والدي توفاه الله من 20 سنة. أفتكر في لحظة وفاته لما مات فعلا كنت ببكي بحرقة، مش حرقة ابن على أب بس، ولكن حرقة صديق على صديقه أيضا. ولحد النهاردة لما بفتكره لازم باستمرار أزوره ولازم أترحم عليه، لأنه بالنسبة لي ما كانش مجرد أب ولكنه كان فعلا صديق بمعنى الكلمة. أفتكر وأنا صغير إن والدي الله يرحمه مش كان بيهزر معايا وبس، بل إنه كان عارف المصطلحات اللي الشباب بيقولوها في وقتي. كل جيل وبيبقى له المصطلحات اللي بيقولها. والدي الله يرحمه كان يقعد يهزر معايا ويتكلم معايا، كان صديق. لذلك العلاقة اللي ما بيني وما بينه ما كانش فيها خوف، ما كانش فيها قلق، ما كانش فيها اضطراب نهائيا. كان بيعرف يعلمني الصح ازاي والغلط ازاي، كان بيعرف ازاي ان هو يكون قريب ليا، كان بيعرف ان هو يطلع مني الكلام اللي انا كنت ببقى مخبيه عنه فعلا بمعنى الكلمه بكل اريحيه وكل هدوء وكل حب، وما كانش ابدا بيندمني على اني بصرحه وبتكلم معاه. مهما كان الغلط اللي بعمله فعلا بتكلم بجد ورحمه الله عليه، عمره ما خلاني ان انا اندم إني فتحت قلبي ليه وإني صارحته. ولذلك كان أب ناجح جدا جدا. هو ده الأب. أنت حضرتك اخترت إنك أنت تكون أب، اخترت إنك أنت تتجوز، واخترت الست أو المرأة اللي أنت هتتجوزها اللي هي المفترض إنها هتكون أم ولادك. أي نعم كل شيء ونعمة بالله بإرادة ربنا، ولكن ربنا إدانا حريات، ادانا الاختيار، ودي من نعمه الكبيرة علينا. فانت اللي اخترت تتجوز، وانت اللي اخترت الست اللي هتكون ام ولادك، وانت اللي اخترت انك انت عايز تخلف. لكن ابنك اللي طلع ما اختارش انك انت تكون ابوه ولا هي تكون امه، ولا اختار التربية اللي انت هتربيه بيها. انت عبارة عن الساقي اللي بيسقي الزرع، النبتة والشجرة اللي بتكبر والثمار اللي بتكبر واللي بتطرح طالعة منك انت ومن مسؤوليتك انت، انت وزوجتك، انتوا اللي مسؤولين. انك انت بتطلب ان الابناء يكونوا هم بارين تجاهك، ده واجب واوامر من عند ربنا، وعقوق الوالدين دي من اعظم الكبائر، ولكن ايضا ده رد فعل اساسا من التربية اللي انت بتربيها له. اسأل نفسك سؤال، اسأل نفسك انك انت كنت قريب ليه وصديق ليه ولا لأ. اسأل نفسك انك انت ربيته في طاعة الله وعارف ازاي ان هو يستقيم ولا لا. اسأل نفسك الامور دي كلها، وبعد كده بقى ارجع اتكلم وقول انا ابني ولا بنتي عاق. لا، الموضوع راجع من حضرتك انت. شوف لما الانسان بيبقى ازاي بيعرف يربي ابنه او بنته كويس، بيطلع الموضوع الامر ازاي وحنانا من لدنا، ورد الفعل ايه؟ وبارا بوالدتي. هي الموضوع ماشية كده، قانون إلهي لكل فعل رد فعل. وانت ايضا انت ان كنت انك انت واجب عليك انك انت تشوف ابنك ان هو بار بيك، فهو ده ناتج من تصرفاتك انت، بمعنى ان انت برك لابنائك اكتر مسؤولية من ابنائك برهم ليك، لان هو اساسا بيطلع ممتن ليك. هو ما عندوش غيرك اساسا، ما عندوش حنية يلجأ لمين غيرك، هو ما عندوش اب تاني ولا عنده ام تانية، لكن انت اللي بيختار، انت اللي عندك ابناء كتيرة، وانت اللي عندك بدل الابن عندك 2 و3، فانت اللي لازم توزع الحب بالعدل، وانت اللي لازم تساوي ما بينهم. هو ان كان هو ليه اخوات كتير، لكن هو ما عندوش غير اب واحد وام واحدة. لو انت بقيت قاسي عليه وبقيت بتقهره وبقيت بتيجي عليه وبتضغط عليه، هيروح لمين غيرك؟ هيحصل له انفجار، يحجم الاتنين. يا اما عنفوانك ده هيسبب له ان هو يطلع انسان منطوي على نفسه، انسان واخد ركن مع نفسه في طول حياته، يا إما هيكون إنسان طالع طول عمره معقد وبيكرهك للأسف الشديد. الله يرحمها ويحسن إليها الحادثة اللي احنا شفناها، والله يرحمه شاب الهندسة، والله يرحمهم شباب كتيرة، وشباب كتيرة عايشة بحياتها ولكنها ميتة من جواها. هم أحياء في الأوراق، ولكن في الحقيقة هم أموات، ميتين من ساعة ما انت قهرتهم وعدت تعنفهم وعدت تجيب يمين وشمال وفوق وتحت، وبتتخيل ان انت لازم تربيه بالأسوأ، معتقد بكده انك انت بتربيه صح، وانت مش عارف انك انت بتجني عليه. والأم الجميلة الفاضلة
أنا عارف إن سنة الحياة صعبة وإن مشاغل الحياة صعبة وإن المسؤوليات كبيرة، لذلك كتير من السيدات بتتجه إن هي تخرج برة من بيتها وإنها تشتغل، وأنا لست ضد عمل المرأة، ولكن إذا كان عمل المرأة يعيق عن تربية الأبناء يبقى أنتوا كده بتعملوا إيه؟ هقول لحضرتك يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى أنت بتحفر من ناحية والمية عمالة شغالة من الناحية التانية، لأنك أنت المفروض الأم هي عبارة عن الوتد اللي ماسك عمود البيت. اللي بستغربه جدا لما تبقى أسرة مقتدرة ماديا والأم مصرة على إنها تشتغل شأنها شأن الرجل. أنا لست رجل، أنا لست ذكوري، بل بالعكس أنا بدافع عن حقوق المرأة دايما، ولكن النقطة في حاجة، هي مسؤولية تربية الأولاد مش أهم من مسؤولية إنك أنت تحس بذاتك. هتحس بذاتك فين أكتر؟ في إنك أنت تخرجي ولادك فعلا بتربية مظبوطة وصحيحة ويبقوا نفسيا عن أسوياء، ولا إنك أنت تسيبيهم وترميهم بس عشان تحس بنفسك السيدة المديرة الكبيرة وانت رامية ولادك. وأنا بتكلم في الحالة اللي فيها الأسر اللي الرجل دخله يقدر إن هو يفتح البيت بحياة كريمة. أرجوكم فكروا مرة واحدة، تربيتكم لولادكم عمرها أبدا ما هتكون نفس التربية اللي انت كنت بتشوفها زمان من أهلك ليك. لكل زمان كلامه وتصرفاته وأفعاله. انت بتربي ولادك انت وانت طفل وانت صغير ما كانش أيامك فيه الدش ولا فيه الانترنت ولا فيه الواتس ولا كان فيه كل ده. انك انت تحتوي ولادك أجمل بكتير من أنك أنت تقعد تشتغل يمين وشمال علشان عايز تعلمهم في مدرسة بريطانية ولا عايز تسفرهم هنا في الساحل في الصيف ولا الكلام ده. ده أنت مش عايز تعمل كده عشانهم هما بالطريقة دي، أكتر ما أنت الإيجو من جواك عايز تقعد تتفاخر وتبقى قاعد كده وراكن على الكرسي قدام صحابك وتقول أنا ابني الميس بتاعته في والشهادة معرفش إيه والمدرسة إيه والكلام ده كله عشان تتفاخر انك انت بتعلم ولادك كده. يجوز، ما بقولش ان كل كده، لكن من الواضح جدا ان فيه البعض كده، من الواضح ان فيه البعض اللي بيمارس عنده عقده النفسية في تربيته لولاده. اذا ما كنتش انك انت قادر تربي ولادك وقادر انك انت تحتويهم، حرام عليك، ارحمهم شوية. اللي احنا بنشوفه كتير بجد، مش معنى انك انت تقبه انك انت بتأكله وبتشربه وبتربيه انك انت ليك فضل ولا منة عليه. على فكرة انت اهلك عملوا معاك كده واهليهم عملوا معاهم كده، وابنك لما هيكبر وهيتجوز هيعمل مع ولاده كده. دي سنة الحياة، وده مش معناها ان انا مش بطالب ان الاولاد ان هم يبقوا ضد او ابائهم وامهاتهم وعكوك، بالعكس، بس هو رد فعل منك انت قبل ما انك انت تشوف كده. ده رد فعل منك انت. وبقول لكل ابن وابنة، ان كنتوا شايفين ضغوطات اتكلموا، بحبحوا خايف انك انت شايف ابوك وامك، اتكلم مع عمتك، اتكلم مع خالك، اتكلمي مع خالتك. ما تسكتوش، ما تكبتوش من جواكم، اوعوا انك انتوا تكبتوا من جواكم، لان اي ولد او بنت وصل نفسه لمرحلة ان هو يموت نفسه، ده وصل لمرحلة العذاب والقسوة النفسية اللي وجد ان حياته اصبحت ان هو يسيب الحياة ارحم من انه يبقى عايشها. اتكلموا وفضفضوا، اتكلموا مع اي حد، ولكن اعرفوا حاجة، ان انتوا ربنا اداكوا نعم كبيرة جدا. ان كان هو قاسي او هي قاسية عليكم، لازم تستحملوا ان في ابناء وفي شباب سنكم عايشين حياة اقصى واصعب منكم. عمر ما الامر ابدا ان هو يؤدي انك انت تفقد حياتك. انت لازم انك انت تكبر، ولازم انك انت تكمل تعليمك، ولازم تشتغل وتستقل بحياتك وتثبت ان انتوا كنتوا بتعملوا معايا كده. لا، انا كويس، انا نجحت في حياتي، انا هو. وبكل ادب واحترام، لان مهما يكن هو ابوك وهي امك، مهما كانوا عملوا معاك، لازم برضو تتعامل انت بكل ادب واحترام عشان خاطر ده قدام ربنا، لان ربنا امرك بكده. مهما كنت بتشوف يا اخي خلاص ابعد بسلام وهدوء، ولكن اوعى انك انت توصل نفسك ابدا انك انت تحاول انك انت تخسر حياتك. اتكلم وفضفض واعرف ان في ناس اصغر منك في السن. ممكن واحد بقى يجي يقول لي ايه،
يا سلام، طب ما انت بتتكلم على الاباء والابناء، ما تشوف زمان كان الولد وهو صغير كان عنده 20 سنة وكان بيفتح بلاد وكان فارس حضرتك، لان دي كانت بيئته كده، لان هو كان متربي في بيئة كلها مليانة بالفروسية وبالقتال من وهو طفل شاب بيمسك السيف، ما كانش ساعتها في بلس 12 ولا بلس 16 ولا بلس 18. حضرتك ما تجيبش جيل لجيل وزمن مختلف لزمن مختلف. الزمن اللي انت بتتكلم فيه كانت الطبيعة بتاعت البشر ان الولاد في السن ده بيحاربوا، وكانت البنات في السن اللي اقل من كده كانوا بيتجوزوا. الزمن غير الزمن، فما تقارنش زمن بزمن، وده اساسا مش من العقل انك انت تعمل كده. مسؤولية علينا كبيرة جدا، وحق قدام ربنا ان انا اقول الكلمة دي قدامكم، حق قدام ربنا وعلى كل واحد فيكم ان هو ان كان قاسي على اولاده ان هو يحتضنه وان هو يحتويه ويقعد يتكلم معاه. عايز شايف ابنك غلط، شايف بنتك غلط، عايزه تحببي بنتك مثلا في شيء معين في ايا كان، تغيري من طريقه لبسها، تعدلي بالراحه، حببيها من منطلق الود مش من منطلق التعنيف ومن منطلق الكراهيه ومن منطلق القسوه. ما تكرهوش الناس، ما تكرهوش الولاد فيكم، حببوهم واحتضنوهم، خليكوا انتوا الطبيعي اللي هو المفترض انتوا القلب الحنين. ما هو لو انتوا مش القلب الحنين مين غيركوا هيكون القلب الحنين؟ لو هو ما لقاش حنية منك هيلاقيها من مين؟ يطلع في الشارع يدور على اب وام تانيين؟ للأسف ما عادش ينفع. ربنا يرحمهم. شكرا على مشاهدة حضراتكم، السلام عليكم.